طيب نروح مره اخرى لزميلنا محمد توفيق ولقاء اخير مع حسين الشحات لاعب النادي الاهلي. من جديد بنضم ليك كابتن ايمن، تحياتي ليك وضيوفك ولكل جمهور النادي الاهلي. معايا واحد من نجوم المباراه النهارده، يمكن الفتره اللي لعبها كان مجهود غير عادي مباراه القاهره والنهارده استكمالا في مباراه كازابلانكا. اعتقد حسين الشحات واحد من نجوم المباراتين رايح جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا، يعني الاول تحياتي للاستوديو وكرام وكل سنه طيبين ورمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله. خلاص هو في اخره، بس يعني اللي عايز اقوله طبعا يعني الحمد لله اللعيبه كلها رجاله، مش انا بس، ما فيش حاجه احسن راجل او لا، احنا اللعيبه كلها رجاله، اللعيبه كلها كانت قد المسؤوليه، اللعيبه كلها جايه عارفه احنا بنعمل ايه، فالحمد لله قدرنا ان احنا نصعد. فالحمد لله مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم. مباراة في الملعب احنا متفوقين، يعني الماتش الذهاب لو في توفيق كنا كسبنا بسكور كبير، والنهارده كمان كنا كسبنا، لكن الاجواء المحيطه بالمباراه كنت شايفينها ازاي وانتوا لعيبه كبار وكلنا كنا ثقه فيكم؟ والله طبعا يعني انت بتلعب مع فريق كبير، مع جمهور كبير، جمهور عظيم، من يعني جاي من قبل المباراه بكتير عمال يشجعهم وكان معاهم حتى في لحد اخر دقيقه كان بيشجعهم حتى بعد المباراه، يعني حاجه كبيره جدا. جمهور الرجاء كان بيشجع الفريق بتاعهم ويشجع النادي الاهلي كمان، فدي حاجه كبيره ويعني نحترمهم جدا وبنقول لهم يعني هارد لك وربنا معاكم في اللي جاي. فالحمد لله يعني انت زي ما بتقول انت بتلعب مباراه يعني وسط جمهور كبير جدا، يعني لعيبه كبيره كمان، فالحمد لله اللعيبه كلها كانت عندها شخصيه اللعيب الكبير واللي هو يقدر يلعب في تحت اي ضغط، فالحمد لله دي كانت اهم حاجه، فيعني ربنا كرمنا عشان كده. يعني لو هنا جمهور كبير 50 60 الف متفرج في 100 مليون في مصر، ما كانش فيهم حد في شكك فيكم لو 1% انكم هتصعدوا وهترجعوا ببطاقه صامية؟ طبعا طبعا، يعني دي حاجه ما حدش يقدر يقول لا ولا اي حاجه. احنا جمهور حبيبي يا شنو حبيبي، جمهور طبعا، انت جمهور النادي الاهلي طبعا، ما حدش يقدر يقوم مثلا يقول حاجه في حقه، لا انت جمهور الاهلي دايما عنده مش عارف اقول لك، يعني دايما واثق في اللعيبه كلها اللي موجوده، سواء اللي بيلعب او اللي قاعد احتياطي او اللي بره، واثق فيهم اللي هو هيعملوا احسن مباريات ليهم. فالحمد لله دي حاجه كبيره جدا، ودايما هم في ظهرنا ودايما هيفضلوا في ظهرنا جمهور النادي الاهلي العظيم. وبارك لهم وبقول لكم بقول لهم ان شاء الله البطوله لينا باذن الله، ودايما طول ما انتوا في ظهر اللعيبه كلها طول ما احنا نبقى احسن واحسن ان شاء الله. اتمنى لكم دايما التوفيق باذن الله. الف مبروك لرجاله النادي الاهلي كلهم.